بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة اتعلم سات. النهاردة موضوع حلقتنا بخصوص ال LNB. لو حضراتكم حبيتوا تشتروا LNB تكون معتمدة وتكون نظيفة، ازاي تضمن ان هي مش مضروبة وان هي تابعة للشركة؟ فلو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة ودوس لايك للفيديو. اول حاجة عايز حضراتكم تكونوا عارفينها ان اي LNB خارجة من شركة موثوقة او شركة معتمدة بيكون ليها سيريال نمبر متسلسل، وبيكون ليها باركود زي اللي حضراتكم شايفينه في الصورة، بتقدر تسحبه من خلال الموبايل، بيدخلك على موقع الشركة وكمان السيريال نمبر الخاصة بالـ LNB. وطبعا علشان برضك للتوضيح نكون عارفين ان اي LNB دلوقتي بتكون صيني، يعني ميد ان شاينا. وطبعا كل العلامات اللي احنا بنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده مش شرط ان تكون الـ LNB تلف، لا، على اي نوع LNB تقدر تجيبها ويقول لك ان دي تبع للشركة الفلانية. ومن ضمن العلامات اللي تخلي حضراتكم تعرفوا ان LNB اصلية مش مضروبة، بتلاقي اسم LNB بيكون محفور على البلاستيك او بيكون بشكل بارز زي ما واضح قدام حضراتكم. وتاني حاجة هتلاقي السيريال نمبر موجودة قدام حضراتكم في بيانات LNB في الجزء اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين، السيريال نمبر اخر سطر تحت خالص بيكون واضح قدام حضراتكم. ودي كانت اهم الخطوات او اهم العلامات علشان حضراتكم تقدروا تعرفوا ان ال LNB موثوقة ومش مضروبة وتكون اصلية ومحدش يستغلكم. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وانتظرونا في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.